بص دلوقتي لسه عليك تقوم بقى والله انا لابو التصوير على ابو اليوتيوب وفي ايه يا عمر انت تضرب فيه ارجع يلا تيشيرتات الشوارجيه الجديده تيشيرتات لسه نازله حالا زي ما انتم شايفين اول تيشيرت لسه وصلني تيشيرت الشوارجيه وادي لوجو سيمبا من هنا زي ما انتم شايفين شكله تحفه وعملناه المره دي 3D للعيد زي ما انتم شايفين الخياطه بتاعته بتبقى من بره شكله جامد جدا جدا بص زي ما انتم شايفين كده الشكل كله لسه جايب الالوان كلها لسه واصلني حالا الالوان كلها اللي مش عارف يجي ازاي من على شوارشوب.com او من العناوين اللي هتلاقوها تحت في الديسكربشن دلوقتي بقى زي ما انتم عارفين المفروض ان انا في الفيديو اللي فات كنت جايب نعامه النعامه دي المفروض ان انا سبتها في الحمام وما بصيتش عليها خالص يعني قلت لبابا ايه سيبها بس شويه ده نظيفه ومش بتوسخ المكان ولا بتعمل اي حاجه فهنروح نبص عليها المفروض اصلا بابا بره يعني بابا في شغله وانا صحيت قلت اما ابص على النعامه وبصصكم معايا النعامه عامله ايه جوه اهم حاجه ان انتوا بتتفرجوا على الفيديو مش عاملين لايك للفيديو ده اعملوا لايك للفيديو ده عايزين نوصله 100000 لايك ولو مش مشتركين في القناه دوسوا سبسكرايب اشتركوا في القناه دلوقتي هنخش نبص على نعمه طبعا يعني كلنا عارفين ان النعام اكيد كائنات نظيفه وبتبقى محافظه على مكانها وانا طبعا وعدت بابا ان انا مش هوسخ اي حاجه في الحمام ومش هوسخ اي حاجه في الشقه فنفتح بسم الله شوف ده حقيقي لعبه اللي انت عملتيها يا بنت الكلب ده اللي انت عملتيه ده ايه اللي انت عملتيه ده حرام عليك حرام عليك يا كلبه لا ده انا مش عارف اخش حافي كده ده الارض كلها كركوه يا مالك بالطبق ده انا بابا لو جه هيكسحني يا نهار اسود ايه ده الله يخرب تاكل الجبس الله يخرب بيتك يا نعمه الله يخرب بيتك شويه اكل عشان ايه خلصت الاكل لسفت الاكل لسفت ام الاكل خالص تعال تعالي كلي تعالي كلي تعالي كليني كمان كليني او ده ابويا لو ابويا لو شاف الحمام كده هيكرشني انا وهي وناصر كمان معانا بالمره بص دي بتاكل وانا فايق لها اي حاجه تاكل هات هو حرام عليها وبتاكل اهم حاجه انها مبسوطه مش اهم حاجه ده مبقاش حمام دلوقتي بقى انت بنعمل ايه نعمل ايه نعمل ايه هو في الفيديو اللي فات كان قال لي إيه لو عايز تجيب حاجه نضحي بيها هات حاجه باربع رجول اهم حاجه في الاضحيه يا عمر انها تكون تمشي على اربعه اول حاجه فلو كده ممكن اجيب له حاجه باربع رجول ونظيفه برضه يعني ممكن تساعدنا في ترويق الشقه انا جه في دماغي حته الدين كائن دلوقتي تعالوا ننزل نجيبه ونرجع يكون بابا جه ونفاجئه زي ما انتوا عارفين لسه التيشيرتات الشوارجيه بتاعت العيد المفروض ان هي هتنزل اليومين دول لسه واصله لي حالا زي ما انتوا شايفين ده اول تيشيرت التيشيرت الاسود اللي عليه سيمبا من هنا ده التيشيرت ده جامد تحفه جدا زي ما انتوا شايفين عشان ايه العضلات بتاعتك تبان كده بالتيشيرت احنا عاملينه كده اللي هو ايه مبين العضلات زي ما انتوا شايفينه متلطش من هنا كده بالبويه زي ما انتوا شايفين كله من هنا بويه والكم عليه شويه ترطشه بويه وخدتوا بالكم من كلمه شوارجيه دي كتبناها المره دي كده في فونت مختلف بس شكلها حلو قوي التيشيرت شكله شيك قوي وحلو قوي اوريكم التيشيرت اللي بعده زي ما انتوا شايفين ده اللون الابيض سيمبا طبعا في ناس هتقول لي ازاي مش حاطط عليه لوجو سيمبا شواريته اقول لك لا لوجو سيمبا اهو زي ما انتوا شايفين تحت اهو لوجو سيمبا تحت وهنا مكتوب شوارجيه عشان يبقى يعني اي حد يشوف حد من الشوارجيه في الشارع يعرف ويقول بس ده اجمد واحد في المجره اللي ماشي هناك ده عشان لابس افجر شيرت في المجره مكتوب عليه من هنا شوارجيه كل حته مكتوب عليها سيمبا 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 ورا وقدام ايه ده البنت لبسته بالتيكت ده التيكت فول كفر اوريكم اللون اللي بعده رجعنا لكم السيمبا وينج اللي ناس كتير كانت طلبته سيمبا الاجنحه ده طبعا بقى حلاوته ايه عاملين الكم كده عشان نشمره ويبين العضلات بتاعتنا وسيمبا طبعا الوينج زي ما انتم ما بتحبوه بس طبعا مفيش حاجه من ورا هو بس سيمبا الوينج ده نخش على اللون اللي بعده الجديد هوب واو تيشيرت سيمبا الدونات زي ما انتم شايفين عملنا سيمبا بالدونات وطبعا لوجو سيمبا الطرش هنا تحت اهو عملنا لكم المره دي بتاع 8 الوان للعيد عشان اللي مش عايز دول ياخد الثاني ركزوا بقى في اللي جاي ده عشان اللي جاي ده موت واو سيمبا دراجون زي ما انتم شايفين دراجون سيمبا لوجو سيمبا جامد جدا على الكم وعملناه 3D الخياطه كلها زي ما انتم شايفين كده خياطه بارزه 3D شكله طرطشه الطرطشه ورا شكله حلو قوي عشان بيحبوا التيشيرتات الاوفر سايز وبيحبوا الفرفشه نخش على اللون اللي بعده سيمبا المخربش المرعب زي ما انتم شايفين ده وافر مع سيمبا لوجو جديد وتيشيرت جامد جدا التيشيرت ده هيبقى حلو قوي 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 ولونه جميل جدا زي ما انتم شايفين فاكرين ان كده خلاص لسه اختفى عملنا لكم تاني من الوينج الاصفر تاني عشان خاطر ايه اللي هيحب الوينج احمر واللي يحب اصفر واللي عنده عضلات وحركات ونخش على اخر لون بقى اخر لون ده مطرطش التيشيرت ده بقى مطرطش الطراطيش كلها لوجو سيمبا هنا زي ما انتم شايفين هنا كاب واحد بيطلع لسانه هنا الشوارجيه شخبطه هنا والتاج عشان طبعا اللي هيلبس التيشيرت ده سواء ولد هيبقى كينج لو بنت هتبقى كوين طبعا وهنا برده في شويه طرطشه هنا كده هنا زي ما انتم شايفين خياطه 3D زي ما انتم شايفين هنا كده وهنا 3D وهنا 3D كل ده الميرش ده 3D اهم حاجه عايزين تطلبوا التيشيرت تطلبوه من على شوارشوب.com عايزين تيجوا انتوا بنفسكم وتقيسوا احسن عشان تشوفوا المقاس قدام عينكم طبعا الخامه تحفه جدا والتيشيرت جامد جدا تيجوا بنفسكم هسيب لكم عناوين المحلات بتاعت سيمبا تحت
في الديسكريبشن، تعالوا قيسوا عشان تشوفوا المقاسات بالظبط عليكم. تعالوا بقى اما اقول لكم على المهم، عايزين نخش في المهم. هو بس عايز ياخد شاور. ابويا هيكرشني انا وهو. خسيرة. طبعا هو يعني هنا في خنزير وهنا في نعامة. ابويا هيكرشني ابويا. حاسس ان انا حاطط ايدي في دلوقتي بس ايه، هو مش عارف هو جاي يلعب هنا ولا ايه. فنزوزو زوزو زوزو، انت صاحي؟ انت صاحي ولا انت كويس؟ ايه ده انت بتتكلم؟ انت بتعمل حاجه من توتا ولا ده من بقك ولا ايه؟ ولا يا جدعان ده يا ابني. بص دلوقتي، بص طبعا يعني لو بتتفرج على الفيديو ده وينفع تعمله منشن، اعمل منشن لصاحبك الخنزير اللي شبهه. اعمل منشن اهم حاجه، اعملوا منشن لصاحبكم اللي شبه ده. بص بص دلوقتي انا هحميك عشان تنضف، لان انت ريحتك استغفر الله العظيم وشكلك خالص، فهنحميك لحد ما هو يجي. اوكي ماشي كده، فهمت اللغه بتاعته. بص بتحبني؟ ماشي خد بالك انا عندي منك كتير صحابي يعني. ها حلو قوي، بيعمل بومبا من بقه. ماشي كده. لا بص ماشي، حاسس ان هو هيعضني اصلا، حاسس مش طايقني، بس ماشي دلوقتي احنا هنحميكوا. اوكي انا بس عايز البس جوانتي او حاجه عشان حاسس ان هو هيعضني فعلا. اوكي دلوقتي بقى ناخده شاور، ناخد الخنزير شاور عشان ايه، نشوف رده فعل بابا لما يشوف عمر ابنه جايب خنزير. دلوقتي يعني هو كده ابويا هيبقى عنده خنزير كبير اللي هو انا ابنه، والخنزير ده يروح يلا بلا وبالنعامه اطلع بره بيتي يا كلاب. دلوقتي هنحميه بقى ناخده شاور. بصوا يا جماعه احنا دلوقتي، انا بس الفكره ان انا مش عارف هل هو بيعض ولا لا، يعني هو لسه جاي حالا، المفروض ان هو لسه جاي، يعني هو جاي من سفر وعشان كده مرهق شويه. بس هو مش تعبان ولا اي حاجه، هو بس لانه جاي من سفر فانا عايز افرفشه، عايز ايه احميه. هو بيحب الزفلطه وبيحب عامل زي البط كده، بيحب الميه واللغوصه. فانا دلوقتي بس خايف ان شاء الله مش هيكون بيعض، يعني انا خايف لا يعضني. ماشي انا بس مش هيعضني ان شاء الله. ماشي يا اخي، يا عايزين نسميه اسم بقى، نسميه ايه بقى مثلا؟ خنزير نسميه تقول زير، بس احنا كان عندنا كلب زير، فممكن نسميه مثلا الزفتاوي. ممكن نسميه الزفتاوي. حلو عشان هو اصلا ايه زفتاوي، ايه ايه صبح زفته كده. بس لا الزفتاوي ده اسم في عيله اسمها عيله الزفتاوي، لا عشان برضه محدش يزعل مننا. اللي ممكن نسميه عجلاوي، ممكن نسميه ولا خنزيراوي. هو خنزير وبيحب يقعد في الزباله، فاحنا عايزين نسميه اسم كده ايه حش. بص يا خنزيرو، بص 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 دلوقتي بس عايزك تقوم. يا خنزره في ايه؟ انت فين من كده يا صاحبي؟ صاحبي ده انا بحبك خد بالك. ايه يا صاحبي، في ايه يا صاحبي؟ في ايه يا صاحبي؟ ده انا بحبك. انت بعد ما صاحبك مشي بتهب عليا؟ شايل واحد يعني؟ لا يا عم في ايه؟ خافش. هات شويه ميه اوكي؟ خنزره شكله بيتضايق من الميه. لا انا بحب الميه، خنزره دعس. حلوه الميه؟ يلا يا باشا نعمل لك شاور 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 خنزير يا قمر. بس انا نظفك بس، يعني احنا اسفين يعني احنا هنفكر نعمل كده. ايه ده بتتحرك اهو. يا ابن اللذيذ ده. طبعا يا جدعان هو دلوقتي ايه، يعني بص لما لقى الميه بيعمل حمام بيقرب يا ابني، ما تخافش يا ابني. بص دلوقتي بيعمل بيبي اهو، بص دلوقتي هحميه. هو بينط؟ هو انا اعرف، وانت حاسس ان انا كنت خنزير قبل كده ليه؟ طب بيجري؟ ده بيجري ده صح. بص هو بيعمل بيبي، بص دلوقتي بيعمل بيبي. بس هو مبسوط خد بالك يا جدعان. بص عايز اقول لكم على حاجه، بس احنا المفروض دلوقتي ان احنا كنا جايبينه من مزرعه من عند واحد مسيحي. طبعا هو اخواتنا المسيحيين يعني بياكلوا عادي الخنازير، هو طبعا يعني هم عندهم حلال ان هم ياكلوا الخنازير، احنا كمسلمين عندنا الموضوع ان هو حرام. هو عشان كده المفروض ان هو انا عامل الموضوع ده كله اشوف رده فعل ابويا. تخيلوا ان انا داخل له كده في قبل العيد بكام يوم اقول له بابا احنا جايبين خنزير هنذبحه، انا هموت واشوف رده فعل بابا لما اشوف الخنزير ده. ماشي طبعا انتوا زي ما انتم شايفين انا بحميه بس فاتح البلاعه، يعني عشان ما حدش يفكر ان انا بعمله في ميه. هو الراجل انا لما رحت المزرعه الراجل كان بيعمل كده، كان مشغل عليه ميه وعمال يرش. هم اصلا كانوا قاعدين في ميه، يعني هوريكم صور في المزرعه، كان في تحتهم ميه، كانوا عايمين على ميه كده شكلها مقزز بس مش نظيفه زي دي طبعا، كانوا عايمين في ميه خضراء. حتى ما انت طلعت نظيف، هو بتحب النظافه، ما عاملينها فيها خنزير ليه؟ ما بيقول عليك ان انت خنزير كلب ليه؟ خافش انت يا جدعان، ده ايه ده؟ انت طلع لونه نظيف فعلا، تعمل لنا حركات ببقك عيب وتقعد تقل ادبك عليه، لا ما ينفعش. طبعا انا بتعامل معاه زي ما بتعامل مع كل الحيوانات، الكلاب والقطط لما باجي احميهم ما بجيبش الميه في ودنه، انا بقول زي ما انتم شايفين ايه، بحاول اتفادى ودنه.
بس مش عارف تخاف مين. انا بس اعرفك بنفسي بموت شكلك هتغدر. انا مش هطمن لك شكلك اصلا حيوان دي لذيذه بس احنا بس اهم حاجه الموضوع ده احنا بنعمله من باب الهزار ولا نقصد بيه اي تريقه ولا اساءه ولا اي حاجه لاي حد. فكره انا هشوف رده فعل بابا لما يشوف خنزير لاول مره في حياتي اشوف خنزير وفي حياه بابا فانا هشوف رده فعله. يعني فاهمين الموضوع كله عباره عن ان انا بعمل مقلب هزار وضحك مش مقصودش بيه اي حاجه. انا بحاول انضفك. في ناس كده هو خد بالكوا في ناس كده في يعني في الدنيا ناس كده زي الخنازير مهما تنضفه وانت عم تحاول تنضفه وترطب عليه بس هو خنزير ما بيفهمش. هي الدنيا كده في ناس عاملين فيها شبه الخنازير تحاول تنضفه تصرف عليه تقول له انت ما ينفعش تقعد في الزباله وتحطه في مكان نظيف بس هو خنزير عايز يقعد كده زي ما هو. هتيجي تنضفه هيعضك هتطبطب عليه هيعض الايد اللي اتمدت له زي ده كده بالظبط. بس بصوا اللهم صل على النبي بدا ينضف اللون اللي بصوا وعلى فكره بصوا الفرق. انا يعني سايب لكم دماغه وسخه عشان تشوفوا الفرق ما بين دماغه وما بين اللون. انت بقى انت عايز بقى ايه؟ انت عايز حد يتعامل معاك عشان انت كاني بتتكلم. هجيب لك الجوانتي بتاع امي. خليك يا ناصر هنا ها اوعي يروح يغيب منك ثاني. خليه هنا في الاول خليك جنبه ما تخافش. عمر ما يتزعجش. عمر خد عمر هو اللي مش عايز اخاف. تسيبني وسط العمى وخنزير وتقول لي مش عايز اخاف. هو في ايه؟ طلعت المعجزه يا ابن الاسطوره. يا عم انت نفسك بتخاف احنا هنكذب. انا بموت. ما هو لسه واضح عليك من هنا. يا خنزاره في ايه يا عم؟ يا عم انت الوحيد اللي خنزير هنا ولا ايه؟ قول لك انت كده يا عم من بلد. الدور جاي عليك الدور جاي عليك. تقلق مش عايز تقلق. انا هجيب لكم شويه كده اجيب لكم فيل اقفل الحمام ده هنا واجيب هنا فيل صغير واقفل الحته كمان كده واجيب مثلا زرافه او مثلا ايه جدي مثلا ونحول بيت بحديقه حيوان ونقطع من بره التذاكر بجنيه لاي حد عايز يخش بيتنا. وابويا بيكرشني بقى من البيت خلاص. استغفر الله العظيم مش عارف اعمل مش عارف انا خايف ابويا يجي وهو لسه في البانيه مش عارف اطلعه ولا عارف اتصرف معاه. وانا ما عنديش هنا طوق كلاب. انا بقى فين عندي طوق كلب؟ استنى ازاي انا جت لي فكره. ممكن يجي عليك ويعضك. لا لا استنى انا عندي كان من الامارات كان معايا فيست بتاع حيوانات. طب استنى بص هسيبك بس خليك وقت ماشي اوكي؟ ايوه اوكي اتس اوكي هجيب فيست خليك وقت خلاص يا اسطى انت ثاني مره يا اسطى خد لي يا اسطى. طب اكتب علينا النهارده بالقصه الحزينه دي. لقيته بص ده الفلوت ده فيست كان قلنا كنا جايبينه للحيوانات كنا جايبينه للمعزه هناك فممكن ايه يعني امسكه البسه له. والله شويته مخك ده المظاطه شويته. يلا خنزره بص دلوقتي قفل فقلت لك دلوقتي ماشي وين بقى هتلبسه له ازاي؟ ماشي ناصر امسكه سكراب. امسك ايه؟ يلا امسك رقبته يا كلب. امسك يا مش ماسك حاجه ساعدني. ما انا هرجع بساعد انا همسك الكاميرا بس. ناصر يا كلب انت عرفت البطوله؟ يلا انت بتحطه فين؟ هلأ مش عارف تخاف خنزير مش عارف تخاف عشان هنا بيخاف ايه كده انت عارف. البوت بس البتاع من تحت عشان ما يفتحش. في ايه؟ البتاع الكلبسات اللي تحت. كلبسات؟ عشان ما نتسوحش ويجي مننا. ايوه دي ايوه فانت السيفتي. طب انت جاهز؟ كان هيسود لو هيجي منه يقفلوا برضه السيفتي اللي على الارض. ايوه دي سيفتي؟ تمام اوف قوم اقف كده. اما ايوه بس نجيبه كده بقى. تمام تمام برجع. بيقولوا ليه اني شاب. خلاص شد الدم شد الدم. يا جدعان عشان تعرفوا ان انا جبت جهاز. لو انتوا مش عاملين لايك للفيديو تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب. ودلوقتي المفروض ان احنا في انتظار ابويا. انا برضه شيكت الخنزير عشان ما يبقاش شكله خنزير قوي يعني اللي هو ايه؟ ما يبقاش شكله وحش. كلب انا كلب. عملها عليا ولا ايه؟ في حاجة؟ عمال بيزلط يا 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 عمال بيزلط يا عم ده ديله ملفوف زي توم وجيري. حاسب ماشي ده زلطه هنا يا يلا نهار اسود يلا نهار اسود امي هتكسر. انا مش عارف اعمل ايه. انا عايز ارجعه المزرعة تاني. انا قلت الراجل هصور دي وارجعه بس استني اشوف بس ابويا يجي عشان هيغرق الارض قلاليط لحد ما امي ابويا وامي يجوا. يلا بينا ماشي انطلق. بص بقى احنا هنقعد في الحمام احسن مكانكم. بص هطلع اقفل باب الترباس اول ما ابويا يجي مش هيعرف هو هيفتح مش هيكلم هنا. خايف اسيبه ما اعرفش امسكه تاني. انت عارف معايا في الترباس. بس طبعا ده اللي هو لابسه ده لايف جاكيت للسباحه يعني تكونوا مفكرين لابسه حاجه مثلا تضره او تزيقه. ده لايف جاكيت اصلا عمر ابوه ما كان يحلم يلبسه. فدلوقتي هنقعد ننتظر بابا. ماما في صوت بابا. كم سنه صوت بابا خنزوزو انت صاحي؟ انا فكرتك نايم يا حبيبي. ايه مش هيسمعني ايه؟ خلاص يعني ما لو مش هنضايق حضرتك ممكن يعني لو مش هنضايقك ممكن تيجي يلا عشان بابا بقى عشان حضرتك ده بابا ما ينفعش.
بابا ما ينفعش، بابا مش هينفع نتأخر عليه. يلا لما قاعدين بقى فين شاور استرجل دونت بي هيلس. انت اصلا يا عمر اسكت بس كده ما تخافش. عم خالد يلا ماشي عم خالد حاسب حاسب عم كك. لا لا بقول لك حسن عشان ما تدش عليه. عم خالد مين هي؟ مين برا بابا؟ احتفل لك بوكس بقى يبتع ثاني واحدة بابا انت حبس اللي بابا عصر. افتح بابا ما تفتح عشان انا ايه ده يا عمر ده؟ خنزير خنزير ايه يا ابني وقرف ايه يا ابني ايه يا عمر ده يا عمر الهبل ده يا عمر هو انت نسيت شتها في الفيديو اللي فاتوا التاني لازم عشان نضحي دي حاجه باربع رجول مش حاجه باربع رجول دي باربع رجول ايه يا ابني الجنان اللي احنا فيه ده والله انا لعب التصوير على ابو اليوتيوب واقف ايه يا عمر بقفش مش انت بقى قلت لي انا خارج عمر مش انت قلت لي حاجه باربع رجول عمر امشي يا عمر بره يا عمر بتاع ده بره في اي مكان يا عمر بص ده ده لا ما تنزلوش تجيب اطلع بره اطلع بره بيه يا عمر انت ايه ملبسه ايه ده ملبسه ايه ده لبس عم ده ولا ايه عشان يعني عشان يتحرك براحته ياخد ضغط يا عمر بلاش قرف شيله يا عمر شيل المكان شيل المكان يا عمر شيل المكان يا ابني خلاص هو ده بقى بس خد راحتك هو بس متوحش يلا يلا قوم امشي يا عم بقى بلاش قرف الله يخرب بيت التصوير بتاعك اللي هيجننا ده بس عشان بس الزني بيعمل اصوات بس بقه كده ومش عارف بس معلش ممكن بس تساعدني تساعدني بيه تساعدني شيل اساعدك يا عم قوم بقى يا عم خلاص 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 سين ايه ده انتوا اتنين خلاص شوف يلا يا عم خد لو شوف جبته منين ولا روحه يا عم روح جبته يا عم اطلع بره قدام الباب وخلاص اه يلا لا مع السلامه روح انت روح مطرح بجد امشي ما هسيبه قدام اه لا ما تسيبوش قدام الباب لا روح ودي مطرح بجد يا عم طب اعرف احنا قاصين يا ابني طب نخليه حد ده بص يا بابا طب حرام عليك انا مش هيصعب عليك رحت جاي من بره يا عم انا شام رحت وانا جاي من بره من قدام الباب ما هو عشان كنت بحميه لا ما يصعبش عليا يلا يا عم مع السلامه مع السلامه يا ابني يلا يلا انت كده ناس هتقول بابا قلبه قاسي وازاي قلبه قاسي بدل هنا بقى يلا طب اللي في نعامة بقى لو كده بس اكلها وعشان جوزي طيب النعامة ماشي خلاص مفيش مشكلة لكن ايه القرف ده ما ينفعش كده يا عمرو انت كذاب ما ينفعش الحاجات دي يا عمرو طيب طب النهارده بس تخليه النهارده بس لا ماشي النهارده لا ما ينفعش ما تبيتوش في البيت بابا حرام ده بص ده لسه معلش حرام كل حاجة بس معلش بابا ده بيقولوا لحميته حلوة بيعملوا منه لانش من بيف طيب ماشي يا ولد تصبح على خير انت لو انت بس عشان ما تنوخ بدري انا عارف شبشب ولا حاجة لو شبشب ولا حاجة بس عشان بس ما تزيدش اه شبشب طب شبشب الحمد لله شفت انا وانت هنروح على المزرعة بنروح للمزرعة ليه؟ ما بيت ابو عز مفتوح احمد يا شاور احمد يا شاور احمد يا شاور احمد يا شاور قول احلى بيت في العالم ماشي بيت الكرم اوكي كفش قول انا عمر عمر شاور انا ماي بيستي يا اخويا ايه 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 بس كرومب قبل ما اجي فبطني مش ولا بد كده انت عامل ايه بقى حاله وحشي اخيرا فتحت يا ابني يا ابني طب ما تسيبوش ما تسيبوش امسكوا اه تعبت فرهدت على ما جبت قلبت الدنيا عشان اجيب خنزير قرفك ده انت عايز مقرف يا عم يا عم شيله قلبت الدنيا عايز عمال اقول للراجل عايز خنزير شبه احمد شاور عايز خنزير شبه احمد شاور لحد ما جاب لي يا ابني يا ولد كده ريحته وحشه ده لسه محميين قوي امشي يا ابني قوم يا ابني انطلق بص انا عايزك هنا انت كده في البيت يلا انطلق يلا يا ابني انطلق انت مكسوف امشي يا ابني امشي ايوه امشي امشي يا ابني بس مكسوف منك بس يا عم انت مكسوف كده بس ازاي ايه بيت جديد بيت احمد شاور جديد ايه ده ايه ده يا ابني امسك يا احمد بص امسك هو مكسوف بس
يا ابني يا ابني انت الارض. طيب خلاص عادي تعالى زور ده بقى جزات ماشي. بص ده هو كده حبك خد بقى عم بطل كفايه يا عم انت بتعمله ده يا عم. يا عم خد غور بقى يا عم عشان ما اضربكش والله اضربك انت هو. بص عمر هطبحهولك والله ما هو هو ده الغلط. هجيب سكينه وهغزهولك خد غور خد وامشي. انت ابوك قال لي جيب لنا حاجه بتمشي على اربعه عشان نذبحها يا ابني. لا لا حرام حرام حرام. طب نزل ماشي يا مولود طب نزل اتفح يا عم ان شاء الله. ما كده نفسته كده نفسته خنزوره زعلش ماشي. انا قلت لك انا هوديك بيت حلو بس معلش دي مساحه فيا اوكي ها ماشي. بص ده بابا احمد يا عم لعبتها. بص يا عم لعبتها يا بابا احمد ابعد انت مش عارفه ده الخنزير بتاع عم دهب قريب قريب عم بطوطه ميكي انت تضرب فيه ارجع يا بس خذيت بتقولك اه امانه يا عم. خدوا والسلام خدوا بس والسلام والسلام امان والسلام امان يا غبي جابك يا ما تزقوش ما تزقوش سيبه. طب يلا خد لا انزل تحت السرير. بص انزل تحت الدير يا اطلع كده اطلع كده يلا احمد اجي لك بكره يا ده حمل حمل وانزل اول مره ما تجريش. خد خد يا ابني ده خد يا عم اعمل فيه ايه يا عم خده بس خد يا ابني ربيه. بص 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 انا كنت هسميه يا ابني. لا لا صح كنت هسميه زوزو خمزوزو. تعال خده طب خلاص بص 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 هو دلوقتي انت ابوك غرشني انا وهو يا ابني انت انا مالي انا مالي لا مش عايز انا خافش وخاف ده انت حميته ده. بص يا عم ده نجس نجس يا عم امسك. بص ده حرام يا عم حرام اصلا حاسس ارجع انت بس عشان لسه بالبداية يا عم بيريل يا عم بيريل يابا ابا يا ابني عشان هو في صوت بيريل يابا يا عم ده بقيت نجس شبه قصدي والله انا بقيت نجس شبه. وانت دلوقتي قاعد لوحدك انت قاعد لوحدك صح انا هسيبهولك يقعد معاك ماشي وبعدين ممكن تعمل مقلب في ام عز فكره انت بتشوف رده فعل عز زي ما شاف النعامه شوف الخنزير ماشي ماشي. بص هو بيعمل ازاي اصلا قول له قول شفت اهو بيقول لك اه ماشي ماشي بس سيبه يعني سيبه في حته بس بعيد عني عشان هو يا عم انا سيبه لك هنا. لا يا عم يا عم ما تخش على الكلام عشان ما اذكش هاذيك قسما بالله هاذيك وهاذيك. امال احطه فين؟ احطه فين؟ في اي حته حطه في الحمام. حرام بقى ايه يا عم ده حطه هنا حطه هنا حطه جنب حطه هنا بس عشان ابلو ستيشن حطه في سرير عز مثلا حطه في الحمام حطه في الحمام. بص هنا الحمام بقى خش يا عم ده بتلمسني ولا انت هتلمسني حطه هنا. بص ما ينفعش الحاجه دي نضيفه الحاجه دي نضيفه حط ايه الحاجه دي نضيفه الحاجه دي نضيفه. ما تعملش كده بقى يا عم عشان ما قصدك ان عمر شهر جاي دي وسخه. هي لو زعلت منك ده نجس مش وسخ بس ده وسخ ونجس. لا مفيش كائن نجس ده بس هو بس بيعمل حركات قالت لي ادب بقه بس ده عسل يا ابني. بعدين ده شبهك ده انا وريت راجل صورتك ابا ابا مش هعمل الف امشي امشي يلا خلاص خلاص يلا هنا يا عم مش هنا يا عم حطه في الحمام حطه في الحمام يا ابني حطه في الحمام بقى حطه في الحمام يا ابني يا عم حطه في الحمام بس يا عم حطه في الحمام يا عم ما تحطه في الحمام انت يا عم حطه في الحمام يا عم انا مالي حطه في الحمام انا عمر حطه في الحمام يلا حطه ازاي كمان كمان حطه في الحمام. طب طب انا عمر حطه حط في الحمام يلا يا اسطى. ما بهزرش حط في الحمام. هو راح فين؟ هو تحت. ايه اللي هو ده رايح يا عم؟ حط في الحمام يا عم شوف بقى حط في الحمام حط في الحمام يا شيخ. تعالى خد زوزو تعالى خافش انت. لا يا عم دوست على الرياض. امال لو كان عملها عليك كنت هتعمل ايه زي وعملها عليا؟ ده عملها على هدومي. يا عم الكلتش رايح بلعب بيك يلا هو يا ابني الكلتش رايح بيك جاي وش يا ابني. طب افتح لي الحمام فتح. بس خلاص اقعد يا سيكا اه يا سيكا اه
بس خلاص نام. بكره الصبح الصباح رباح. انت كده كنت عايش في الميه اصلا. اوف خير. نرجع بقى بيتنا. نرجع انام في بيتنا في اوضتي. طبعا انا دلوقتي بعد المنظر ده يعني محتاج انقع نفسي في ميه نار عشان احط نفسي في ميه بفلاش وكلور وفنيك كلوريكس وكلوبيكس وصابون سائل عشان انضف من اللي انا فيه ده. والهدوم دي هولع فيها. الهدوم دي هولع فيها بجاز وسخ. اهم حاجه لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناه الدبل عشان نعرف اليوتيوب عيله الشرقيه. اعملوا لايك للفيديو ده عايزين نوصله 100,000 لايك عشان ده مقلب العيد وتعبت جدا عشان احضره. ونشوفكم الفيديو الجاي. شورقيه شورقيه ادرجيه ادرجيه بتارتشين بتارتشين.